رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. يا رب ينعاد على الجميع بالخير والمحبة. من مدينة الموصل وضمن حلقة خاصة من برنامج عين على رمضان، اليوم راح نتواصل في سلسلة هذه الحلقات اللي تعرض في هذا الشهر الفضيل حتى ننقل أجواء رمضان أو شهر رمضان الفضيل في مدينة الموصل وتحديدا أسواق الموصل القديمة. راح نشوف حركة السوق، الناس كيف تتبضع، الأولويات، الأهميات في هذا الشهر الفضيل، حتى وإن كان على الباعة على المشترين شنو اللي يفضلوه في طقوس أشهر رمضان المبارك. كل هذه راح تشوفوها في أسواق شعبية معروفة في مدينة الموصل، يعني أسواق البسطاء، أسواق تراثية ضم آلاف المحلات، أنواع الأمور اللي تباع حتى على مستوى أكلات شعبية، التوابل اللي تحتاجها مائدة الإفطار، أمور كثيرة نشوفها في كباعة متجولين مثلا يتواجدون على أرصفة وداخل هذه الأسواق التراثية في مدينة الموصل. الموصل تشتهر بأكثر الأكلات الشعبية، قد يكون على مستوى العراق معروفة بها مدينة الموصل. هاي المكائن الراشي لهم الحر تصنع شعبيا في مدينة الموصل اللي تشتهر بها أيضا صناعة الراشي. أغلب الناس يعني حتى وين قلت في رمضان لأن تستخدم ضمن وجبات السحور، هاي أيضا من العصائر المعروفة في مدينة الموصل. هذا السوس معروف في مدينة الموصل، أيضا يزين مأدبة الإفطار خلال شهر رمضان. هذا من الشيء حتى المتلقي العراقي حتى يعرف منين يصنع هذا. هذا يصنع من الخشب بالماء، يعني خشب عرق السوس. نعم، ينقع بالماء من يعني قبل بيوم زين، وثاني يوم يصفى وبعدين يعرضه بالكياس وبعدين بيعه. الإقبال عليه برمضان أكثر. نعم أكثر. نعم، لأنه هو يعني يقلل من العطش، يشغب على السحور. نعم، وهنا الموصل يعني يعرفونه من زمان، يعني نعم. استقبال علينا بالموصل. نعم. الفطور أيضا الفطور يعني. نعم. أيضا. نعم. أشكرك. يعني سلام رح. يعني هاي عينة من أنواع العصائر اللي تستخدم. أيضا هاي الحلويات اللي تصنع في المحلات، الزلابية أيضا تتمتع بصناعة محلية مثلا معروفة بها مدينة الموصل. أنواع التوابل أيضا، الأكلات الرئيسية اللي تزين المائدة الموصلية. I'm going to go to the hospital.
شرقية السلام عليكم، رمضان كريم. هاي ايضا التوابل الرئيسيه اللي تستخدم في شهر رمضان المبارك، ايضا اللي تتميز بها الاكلات الموصليه الشعبيه. احنا حبينا نظره بسيطه عن اهم التوابل اللي تحتاجها العائله الموصليه في رمضان. بهارات كلها مشكله بانواع، مثلا شنو بهارات؟ برياني، بهارات كبه، بهارات دولمه، الكاري، الكمون، العدس، باقي المحتاجه كل البهارات. الاقبال عليها في رمضان يختلف؟ اكيد عن اكيد نعم، رمضان يكون شوف حركه السوق والطلب عليه اكثر متزايد. يعني اكثر شيء الطلب على ايش يكون؟ البهارات عام بصوره عامه، يعني القيسي برمضان تبدا الطلب عليها. هاي القيسي الانواع؟ نعم هاي انواع. اي هاي من بدايه رمضان، القيسي، الزبيب، الطحلق، شربه النعناع اللي يعملون شربه. اي هاي المطلوبه كلها بالسوق. واخر ايام على العيد يبدا شغل الكليتشه، راح ياخذون الجوز، الجوز وجوز النقيله والسمسم والهيل، هاي كلها موجوده عندنا. اشكرك اشكرك. يعني رمضان كريم علينا وعليكم. يختلف رمضان بالموصل؟ نعم نعم بقيت يختلف. يختلف. منين جاي حضرتك؟ انا من قيارة. 100 هلا. كيف يعني اذا تشوف الاجواء؟ والله الاجواء زينه. ناس تتبضع؟ نعم نعم تتبضع هواي. جيت شنو الاساسيات اللي تاخذوها رمضان؟ كليتشه والله. من هسه تحضرون للعيد لو مثلا هم للسحور؟ لا لا للعيد. للعيد؟ للعيد. اي من هسه تحضرون؟ من هسه للعيد. اي اي وشرزات ما شرزات دواسه. اي نعم. أي. شكرا. هلا اهلا وسهلا. شكرا. يعني ال 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 السوق هذا يعتبر سوق رئيسي للتبضع من الأغذية من النواحي. سلام عليكم، رمضان كريم. شنو أكثر شيء اللي يأخذوه الناس في رمضان كتوابل مثلا؟ البهارات، برياني، كبة، دولمة، فستق، كشمش، كبسرة، سمار، حالة. السلام عليكم. ليش الشربة أساسي بالموصل؟ لما هو وجبة ويا الفطور. اي وجبة أساسية ويا الفطور دائما، يعني الكاميرا دائما وجيت متعني حتى تاخذ شربة. والله على المسواق وبهارات. شنو الأساسيات اللي تاخذها؟ والله شربة زبيب وشربة بقلاوة، حلاوة، هيك شغلات، تمر. حلوة أجواء الحمد لله في الموصل. الحمد لله والله الحمد لله. كريم شلون صحتكم؟ تتبضعون جايين؟ تتبضعون؟ اي والله. ايش راح تاخذون اساسيات؟ والله مساويق، يعني شربات، بهارات. نعم يعني شغلات رمضانيه. شنو اللي يميز رمضان بالموصل؟ والله اجواء طيبه، العالم متونسه مرتاحه، يعني طالعه كلها والامان. الحمد لله. يعني امان فول هذا يعني ما. الحمد لله. اي والله. دائما نتكلم نقول انه اكلات تشتهر بها الموصل. والله هي العالم رقم ما ترقم المشويات. أيه. دولمه وكبه اشتهر مصاويه. أيه. 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 نعم. نعم. بالتوفيق ان شاء الله. شكرا. يعني اغلب منه تعال اغلب الناس يعني كم جايين تتبضعون؟ لا 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 احنا جايين من الشمال. مية هلا. اي ورا فاني ورا. اي ورا قصدك منين؟ هو
السلام عليكم، رمضان كريم ان شاء الله. اجمعين ان شاء الله. منين جايين؟ والله من الشيخان خالد. الله يعافيك. يعني شنو الغايه من انه جيتكم على الموصل القديمه؟ احنا ولادتنا موصل، موصل طيبه، ام الربيعين. اي والله الشربه زبيب والمسواق ناخذن. يعني جايين تتعنون من الشيخان؟ أيوة. شنو شنو امشي في بالكم اللي تاخذوه؟ والله زبيب وغراض بقلاوه، يعني اشكال ما شاء الله. ان شاء الله. اي والله حلوه. شفتوا الموصل له شو حيل؟ حلوه حيل ما شاء الله. اي والله افضل من السابق. أيوة. 100 مره. وغراض رخيص ما شاء الله هنا حيل. الحمد لله. اي والله الحمد لله. الحمد مشكورين. نضيفكم اليوم افطروا يمنا. مشكورين مشكورين استاذ العزيز. الله يعافيك. شكرا جزيلا. انا بالغالي. شكرا حياتي. شكرا والله. ان شاء الله على بكره وبعد ان شاء الله. شكرا. يعني مركز للتبضع هذا سوق الموصل القديمه يرتاده كل الناس، يعني سواء كان من اقليم كردستان او مناطق شمال العراق وحتى محافظات العراق. وسوق شعبي معروف حقيقه لاغلب العراقيين اللي يرتادوا دائما، اللي يسافر لمكانات يبحث عن مكانات ايضا شعبيه او تراثيه حتى في سبيل يشوف هذه الاسواق التراثيه القديمه في مدينه الموصل. لازلنا يعني بسوق العطارين في مدينة الموصل، و تكلمنا عنها. هي هاي الراشي او مكينة طحن السمسم. السلام عليكم، رمضان كريم ان شاء الله. شلون اموركم؟ اخباركم؟ كل عام وانتم بخير. هلا ابو عمر، شلون الصحه؟ رمضان كريم ان شاء الله. اريد اسال سؤال، كيف اجواء رمضان بالموصل تشوفوها؟ تختلف عن باقي المحافظات لو طبيعيه؟ والله تختلف اختلاف كلي. زين. من حيث الروحانيه، رمضان هو جو خاص بالموصل يختلف عن كل الاجواء. انا شفت بس يمكن بمصر تقريبا يعني نفس الاجواء مقاربه. هاي السوق التراثيه تحسها تختلف، هاي الاسواق العطارين باب السراي، هاي الاسواق الشعبيه. نعم هاي الاسواق. لا بكل محافظه كل نفس تقريبا نفس الاسواق، بس اهم يعني كوني يمكن انا من نفس المدينه او هذه اشوفها تختلف حيل. الذي اذا تسال مثلا واحد من اربيل يقول لك لا ماكو، يعني ماكو فرق ماكو كذا، يعني مثل ما عندهم القلعه في اربيل. نعم. يمكن. نعم. وهاي نعم. الاسواق الشعبيه. نعم. ان شاء الله. صيام مقبول. نعم. جميع ان شاء الله منا ومنكم. شكرا شكرا ابو عمر. شكرا شكرا مع السلامه. يعني متواصلين حتى هاي الراشي. هذا الدبس مو؟ نعم. هذا دبس. هاي رمضان تختلف مبيعاتكم عن الايام العاديه؟ والله شويه يقل، يعني يقل، يعني هو بس السحور يمكن. نعم. قليل جدا اللي. نعم. اللي يستخدموها بالسحور. نعم. هاي كيف تسووها؟ سمسم وتطحن؟ سمسم وطحونه وشرب. اي يعني سمسم وتنطحن و صير الراشي. يلا اجر عافيه. شكرا شكرا. يعني لازلنا في سوق العطارين في مدينة الموصل اللي تشتهر بالعديد من التوابل والبهارات اللي هي معروفة طبعا واللي يرتادها أغلب سكان المحافظة وحتى من خارج المحافظة. هي معروفة حقيقة بأسعارها المناسبة أيضا، مو مثل الأسواق الحديثة أو المولات، فدائما الناس تلجأ لها كون كل شيء موجود بها وبسعر مناسب.
هاي بعض التمور ايضا. السلام عليكم. هاي بعض التمور ايضا اللي موجوده في سوق العطارين اللي تستخدم على مائده الافطار. هذا كله تمر عراقي مو؟ نعم. شنو نوعياته؟ عندي قشلاوي، عندي زهدي، عندي رطب عراقي. بالرمضان اكثر اقبالا يكون على التمر مو؟ هذا يستخدموه بالكليتش. الكليتش الفطور اميرها معلم يصير. اي بالكليتش. يعني هسه وهذا كله على الافطار يسموه. عندي هذا رطب خضراوي يسموه. ايوه هذا تعال شوف. هذا رطب خضراوي. هذا اي؟ هذاك اشرس يابس. اي هسه احنا بالمائده ضروري. شيء ضروري طبعا بالتمر موجود. لازم بالافطار اهم شيء تمر ولبن و... اشكرك. 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 اي فرمضان كريم. سلام عليكم. شلون الصحة؟ يا هلا مرحبا. اجواء في هذه المناطق اجواء غير، يعني اجواء تختلف عن باقي المناطق الشعبية. على ابو طارق رمضان كريم. اريد اسالك سؤال ابو طارق الغالي. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى امة المسلمين الله يسلمك. بيش انا اشوف اصدقاء بيش تختلف اجواء الموصل في رمضان؟ وبالمناسبة يعني قبل ما يتكلم الأخ، يمكن هذا الشربت زبيب معروف مشهورة بالموصل على مقربة من عندنا مو؟ ليش تشتهر الموصل؟ والله الموصل تشتهر بالاهتمام الجدي بهذا الشهر المبارك والمقدس على مر التاريخ. يعني إذا من ناحية الالتزام ومن ناحية الحفاظ ومن ناحية الأكلات ومن ناحية التميز بشكل يعني منقطع النظير. بل كل العالم يجون للموصل يشوفون رمضان مميز عن باقي مدن العراق. طيب هاي الأسواق الشعبية بيش نكهتها تحس من تجي الزورة؟ جيت متعني تتبضع لو؟ والله هذه الأسواق يعني احنا نعتبرها تراث الموصل صراحة وتاريخ الموصل ولذة الموصل. نتبضع ويعجبنا نزورها يعني حلوة. في كل الأوقات بيها حلوة بيها روحانية حلوة تختلف. بيها روحانية طيبة جدا. أنا أشكرك زياد جمال. شكرا. يعني عينات كثيرة تتحدث عن جمالية هذه الأسواق. هاي بعض العصائر اللي تستخدم على مائدة الإفطار وخصوصا هذا الزبيب مو؟ أي شونك عين شون صحتك؟ يعني ليش الموصل مشهورة بشربة الزبيب؟ هي الموصل أم الزبيب. بعد شغلتهم عصائر؟ تمر هندي ونون بصرة ليمون عندنا رمان وبرتقال. أي نعم. يلا شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا. يعني حركة التبضع مثل ما نشوفها داخل أسواق الموصل. هاي محلات اللحوم وال القصابة معروفة. شوف هاي قبل الإفطار الحركة كيف تبدو بهاي المنطقة، كيف تبدو الحركة في المنطقة. السلام عليكم. رمضان كريم. شلون صحتكم؟ حياك الله. عام وانتم بخير. وانت بألف خير. جايين تتسوقون؟ اي والله نسوق. والله على الاسواق هذه. منين؟ احنا من منطقه وانا. 100 هلا 100 هلا. حياك الله. ناحيه اللي هي شمال الموصل قريبه من سد الموصل. تمام. إيه. متعنين لهذا السوق؟ متعنين على السوق على باب الطوب نتسوق لانه اسعاره مناسبه يعني. زين. اي والله. وبعد خلينا نستعبر خلينا الناس. العفو. وش تحس بنكهه تختلف عن في رمضان؟ يعني في رمضان. اجواء طيبه، الناس طيبين. اي والحمد لله والشكر ان شاء الله. انا اشكرك. حياك الله. شكرا. سلام عليكم. رمضان كريم ان شاء الله. ها مش جاي تتسوق لو شنو؟ نتسوق نعم. اي شلون شوف تعال هنا على الكاميرا. منين جاي؟ انا جاي من عبور. انت يعني موصل بالايمن. اي اطراف الايمن. اي شلون نشوف اجواء رمضان؟ ما شاء الله اجواء رمضان طيبه ما شاء الله حلوه. ما شاء الله حلوه. جاي تتسوق لو شنو؟ جاي اتسوق يعني حتى اذا شغله بألف دينار ما قاعد اتسوق. عليكم السلام. هلا مرحبا. رمضان كريم. شلون الصحه؟ كل عام وانتم بخير. شلون الصحه؟ رمضان كريم. بيش تشعرون في هذا الشهر الفضيل؟ يعني يختلف طقوسه طبعا شويه اختلاف يعني يختلف. اي نعم. يلا انا اشكرك. يختلف. يختلف ودائما ما الناس تلجا لهذه الاسواق طبعا. هي الحمد لله رجعت الناس على المنطقه. اي كان
قبل يعني سنوات وقت الأحداث ماكو ناس، بس الحمد لله رجعوا المحلات والعالم تتجه، وأغلبية الناس تجي من القرى والنواحي تجي تتسوق من هالسوق هذا. أنا دائما أتكلم عنه يعني مرات شوية الناس تعجبها هاي. إحنا مشكلتنا مأساة المنطقة القديمة، لا زالت لا يزال ولحد الآن أي تعويض ماكو من ناحية المنازل، البيوت تدمرت، البيوت اللي على واجهة النهر صح، هاي 7 سنوات احنا يعني 7 سنوات كلها قضية ايجارات وما ايجارات، فنريد يعني حل الدولة بالكده تضرب حال هالشعب هذا. يعني احنا بمصاطة فعلا موضوع يعني من الناس انطيت الشهداء موصل القديمة يعني ايه ثشهداني انطيت بيتي على واجه النهر. احنا نمشي بس يبنونا البيوت يعبروننا يعوضوننا حتى نشوف مصيرنا زين. يعني هسه المصير مجهول. هو اعلنوا على اساس قريبا جدا ان شاء الله يعملون على ان شاء الله اعاده الواجهه الناريه، نتمنى بعد طول انتظار ان شاء الله. صار 7 سنوات البيوت جرفت دمرت، احنا ولدنا بهالمنطقه هذا ومتنا بهالمنطقه ومعيشتنا بهالمنطقه، لان الناس كلها شغلها بهالمناطق القديمه، واحنا ولدنا هنا شغلنا هنا نموت هنا ونحتي هنا وبيد الله. الله يوفقكم وان شاء الله العوض على الله. شكرا جزيلا على كل عام على راسي ان شاء الله. شرقية ايه
متواصلين في عين على رمضان، والآن احنا في منطقة باب الجسر، الجسر القديم أيضا منطقة معروفة في مدينة الموصل وأيضا من الأسواق الشعبية. خلينا نشوف هاي الطقوس أيضا في شهر رمضان المبارك، هي بائع السوس كيف يتحول من مرحلة لمرحلة أخرى بسبب الصيام، ويباع في أكياس نايلون. هذا السوس احنا هذا السوس قبل شوية تحدثنا أنتوا في رمضان تختلف طريقة البيع مو؟ اي طبعا بالسوس. السوس يشربوا رمضان عمود ما يعطش، اي يشربوا 10 سحور السوس يعني صحي علاج، وحتى ثاني ما ادري بالسوس. زين زين، هاي هاي الطاسات تستخدموها؟ هاي طاسات اثريه اثريه يعني تراثيه يعني من هي من المهنه كانت ايضا تراثيه موجوده حتى الان. يعني شلون مثلا تعزف انت بال إقبال عليه مثل إقبال عليه هذا على سوس علاج للسكري للمعدة للبثانة للمرضى الفقر حمرضى الفقرون كله تضيف من خوش. أشكرك حياتي. في إيش يختلف رمضان بهاي المناطق الشعبية؟ المناطق الشعبية هي كلها رمضان يصير فيها العالم تتكاثر فيها، يعني مناطق شعبية ما مثل الأحياء. وطب بالمناسبة يمكن ضروري تاخذ يعني يعجبك في رمضان قبل رمضان فقط انا برمضان بس برمضان يعني اي بس على مائده الافطار اي بس السحور اشرب شويه على مود لا يعطش حتى لا يعطش. حلوه الطقوس في هذه المناطق في رمضان؟ الوقت حلو حيل، وبالليل ورا الفطور حلو حيل. نعم اي نعم، منطقه شعبيه حلوه. على راسك. اشكرك على السلامه. اشكرك. متواصلين ايضا في التغطية ضمن برنامج عين على رمضان. السلام عليكم. اي اوكي. ضمن برنامج عين على رمضان حتى نشوف طقوس اجواء الشهر الفضيل. شكلها
أيضا في باب الجسر وسوق السمك سوق شعبي معروف أيضا ينتعش في شهر رمضان المبارك إن كان التحضير للسمك المزقوف أو المقلي في هذا الشهر الفضيل. السلام عليكم، رمضان كريم. أريد هذا بس مزقوف تشتغلون بال رمضان؟ برمضان مزقوف زين. بيش أسبش هذا شنو هذا أول شيء؟ هذا سبتي داقوق. هذا سبتي. بيش تبيعون الكيلو؟ والله عمو جبال سبعة ونص. يعني هو والزقوف؟ لا هو شوي 8.5-9. إيه عندي 8.5-9. إيه طيب زاد درجة ولا؟ إيه تبدون تأخذون تحضرون؟ إيه خبرنا يخبروكم التسعالات. أكثر. تعال صور هاي الناس اللي عايشوها. إيه. شيح. ويجون بس التستل ربع يجون يأخذوها. قبل الفطور؟ قبل الفطور. بربع ساعة مثلا يجي نص ساعة. يجي يأخذ. يختلف برمضان الشغل عندكم؟ والله الحمد لله عمو جمال يصير شوية سوق، أول خمس أيام شوية ضعيف بس بعدين يتحسن. بعدين؟ بس شوي يتحسن، البيع شوية يقل. مو العالم التيب الكليتشة وبلاي شوية يضعف. أحسن منين يجيكم هذا السمك؟ أريد واحد يسولف لي منين يجيكم مال داقوق هذا؟ يجي شاط، يجي داقوق، أكو مال بغداد. زين. شوفه مناسب عن غير محافظات السعر لو اغلى لو ارخص؟ نفس الاسعار. نفس الاسعار. نفس الاسعار. هسه ماشي هذا. مش عجب مال الموصل ماكو يعني من السيد؟ قليل. لان اغلب المكانات بمنع. ماكو منع للصيد؟ اي. ولا بي السد مليان بس منع. يعني وده يجينا كله اغلبه من داقوق؟ هسه ماشي مال داقوق. يلا اشكرك. اشكرك يعني متواصلين بسوق السماكه وسوق معروف سوق شعبي معروف في مدينه الموصل. احنا على الشارع العام بس هذا العمق السوق بهذا الاتجاه هو في اطراف الموصل القديمه في مدينه الموصل. أجواء غير تختلف في هذا السوق والأسواق الشعبية الأخرى. شكلها